أبرز الأسئلة الشائعة عن التسجيل في وزارة الحرس الوطني كلية الملك خالد العسكرية: هل أسجل ولم تظهر درجة كفاية اللغة الإنجليزية؟ ستيب: نعم، نستطيع التسجيل دون انتظار ظهور درجتك من المركز الوطني للقياس. هل اختبار التحصيل والقدرات شرط أساسي في القبول؟ الإجابة نعم. درجة الاختبار التحصيلي لم تظهر، سيتم الحصول على الدرجات آليا من المركز الوطني للقياس. كيف يمكنني التسجيل في اختبار كفايات الحرس الوطني؟ الاختبار خاص بالطلاب المرشحين للقبول المبدئي وتصل رسالة بذلك. لم أستطع الحصول على بيانات الجد، لابد من إحضار بيانات الجد، ويمكنك مراجعة الأحوال المدنية وإحضار برنت خاص بذلك. أرغب في تعديل البيانات المسجلة بالموقع. يمكنك تعديل البيانات أثناء فترة التسجيل من خلال شاشة تعديل بيانات التسجيل حتى آخر يوم في التسجيل. هل يوجد طريقة للتسجيل بعد إنتهاء فترة التسجيل؟ الإجابة لا. هل أقوم بتعبئة الاستمارة بخط اليد؟ لا، يجب تعبئة الاستمارة إلكترونيا. متى الوقت المحدد لإعلان النتائج؟ سيتم الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني. لقد ظهرت نتائج الترشيح ولم تصلني رسالة جوال. يمكنك الدخول على حسابك في الموقع والتأكد من نتيجة القبول. نجد في صندوق الوصف شروط القبول وتعليمات القبول وطريقة التسجيل.